بحسب اللي عرفنا. نعم سيدي. راك ساكن في العشة. نعم سيدي. دونك هذا اللي متعلق المسألة اللي انت كتقول نعم نطعون فيها. نعم سيدي. يعني مشكوك في الأمر ديالها. نعم سيدي. دابا انت المطلب ديالي نعم سيدي هذيك امي وهذوك خوتي وانا ساكن في جنب الروضه وعايش دابا في الروضه حاليا ناكريني وكتبوا عليا هاد المسائل كتبوا عليا الزور وبغاو يمحيوني من الارض ديالي وانا خوهم هو الكبير وحنا خوت كاينين ثمانيه واتفقوا عليا كاملين باش يحيدوني من الارض ديالي وانا اليوم كنعيش في عشه ساكن فيها ومخرجيني من شغل با وساكن وسط ليسانس عشة ديال الحطب ساكن وسط منه ومعاق وعندي ربعة ديال الولاد وكنشغل في الروضة مع الطلبة واليوم هاد المشاكل كلها اللي كاينة هاديك راه أمي وهادوك راه خوتي هما اللي دايرين عاملين هاد المسائل كلها هما اتفاقية اتفقوا هما يا والعادل كلهم نعم أسيدي داروا هاد الأمور كلهم هما اللي داروا باش يخرجوني أنا من الأرض ديالي وأنا هاديك راه أمي وهادوك خوتي وهداك راه با هو أنا هو الكبير نعم سيدي كاينين نعم السيدي اللي شاهدين كلهم هذوك الشهود اللي جابهم غير على الانتريت باش يشهدوا غير على الانتريت ودوروهم الى تين هما متفقين هما هي مع العدل اذا هذوك 12 شاهد اللي جاو شهد النهار الاول في البال ديالهم في البال ديالهم غير على الانتريت وفيهم تنسابيت هما كاينين حاليا الان وتم الان يعني ما عارفين ما عارفينش الشهود ما عارفين الشهود ان اليوم جات الروضه دات 6 وهو مشى للجرده جا مولي طابو مولي الكارطه جاب 6 الروضه دو من الحفاره ديال الطلبه ودو الطلبه والحفاره من هنا من الروضه شكون اللي وقف معاك في هذا الشيء كامل ديالي انا وقفت معايا الجمعيه وعاش الملك اسم الجمعيه نعم الجمعية ديال المعاقين هي اللي واقفة معايا ومصوبة ليا لاكارت باش كنتمشي في الطوبيس وباش كندوى باش كنقلب الامور ديالي هي موجودة نعم اسيدي لا ماشي لاكارت الاعاقة اللي عندك عندي نعم اسيدي اليد ديالي اليسرية نزل 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 هاي نزل يدك هاي نعم اسيدي من هاد اليد عندك؟ عندي حديدة تسير فايتة فيها ومهرس هاي عندي نعم اسيدي عندك غير اليد اليسرى هي اللي فيها وعندي العين اليمنى كنشوف شبيها وداك العكاز اش كديرو؟ عندي رجل اليمنى فيها 19 بولو مهرس فاتت هذي سات هاي موجود نعم سيدي اي فين ساكن ساكن في العشه نعم سيدي بجناب الروضه في الشوك راني بالك تمايا وتسولوا الجيران وكل شيء عندي انا راني مظلوم وعاش الملك الله يجازيكم بخير الله يحفظك يلاه تقول في هذا الكلام اللي كيقول هذا السيد الكلام ديالو صحيح صحيح كاتبين عليه الزور هذا السيد انت كتعرفو مزيان هذا السيد عرفو شنو راه جاري الاسم ديالو هذا كتعرفو عيسى عيسى ولد ميرا ولد احمد ميرا با كتعرفو في الحي با كان معنا كان صديق ديالنا امو كنعرفوها حبيا ولا الحبي وكنعرفهم كاملين واليوم راه هذاك الشيء راه ديالو راه حشومه عليهم من جهه الله تعطي ولدها حقها تعطي ولدها المسائل ديالو راه ولدو سيدي ان شاء الله ولدو بلا ولدو حقيقي ماشي هو الكبير عيسى هو الكبير انت قديم هنايا انا قديم انا قديم انا راني قبل ما يزيد هو وانا هنا ولكن ما تعرفت عليه غير واحد 4 سنين وثلاث سنين ولا صغير كيخرج مع بوا انا بناي وكنت بني لباه وعارفو ماشي زعما باك اش كان سميتو في الحياه ديالك؟ باه كيقول ليه ولد ميرا خليني نمشي
مخلي الديور مخلي الحوانت. هذوما البلادي قلتي لي. هذه بلاد وتيتر هذه. فين هي؟ هاي فيها العمود. طلعت ومشيت فيها العمود. هذيك طلعت ولا البلاد الأخرى اللي ومخلي الديور وعنده حوانت وعنده في مكين ما يدير ولكن تعطيه هو عاد فين يسكن. شوم عليها هذي ديالو هذي البلاد ديالو مالي. عاطينهم كانوا عاطينهم شي 400 مليون هو باغي فيها 600. وهذيك البلاد اللي عندهم شي قطار تما راه باقي دايرين غير جوا بقاعد. لكن عطيو كون عطوها اربع خدامه ولا خمسه كون عطوها 100 مليون وياخذوا داك الشيء. عطيو حقه ولا كان وراه دابا غادي حقه. سكين ضاعوا هذا يعود. شكرا. احنا ما غنديوهاش لك. اه ما كيدير من والو كل نهار كنتفاجئوش لك. با سميتو. با سميتو. كتحلف حتى ولده. اقسم بالله الى ولده اقسم بالله العظيم. انت شحال في العمر ديالك تقريبا؟ انا عندي 64. تبارك الله. الله يطولك في عمرك. الله يرحم وليدي الله يرحم وليدي الله يرحمه لكن يستكن وصل صد وصل في الشارع لا ترى قلت سيدي انا اه انا وادي تنعم سيدي انا باك ومنعيني ومنعيني من الارض ديالي وكتمنع عليا الزور ولي حيني في هذا الشوك هنايا وقال عليا شغل باك كله قال عينو ليا وكتبين عليا الوثائق اللي ما مكتوباش كلشي دايرين نزور كلشي كاتبين نزور وانا الا ما كانش هذاك بو هذيك امي وهذوك خوتي نتعدم انا علاش يلوحوا لي دايرين ليا الحاله وصيفطوني خمسه الخطاط يصيفطوني للحبس وكاتبين هاد الوثائق كلها كاتبينها والباب اللي كندق فيه كنلقاه مسدود نعم سيدي في بلاد باك نعم هذه كلها الارض هذه كامله بلاد ديال بو هذيك هذه كلها عرض ديال الوليد عندي هذه كامله هذه كلها بلاد بو هذيك كلها وانا اللي حين وصل ليسانس انا ساكن وصل ليسانس وصل الشوك ساكن نعم سيدي انا وصلت لكل شيء انت نعم سيدي انت فين فين جالس انت فين جالس نعم سيدي وليدين الا با خلى لي الوقت وخلى لي باش نعيش وهاد الناس حرموني من الارض ديالي وقتلهم ديروا لي معاملة ديين دم ديروا لي معاملة ما كانش هذاك با وهذيك امي وهذوك خوتي نتعدم انا وهادشي راه كلشي ديال با ودخلوني للحبس وبداو يبيعوا لي بهيم با وباعوا لي شغل با وداو لي ديال با كلشي وانا اللي حني في الشوك نعم سيدي وانا كنموت وانا معاق وعندي ربعه ديال الاولاد وكنعيش في عشه كنعيش فيها انا وصل ليسانس والباب اللي كندق عليه كنلقى مسدود وكرفصوني من المزيان وحاليا باقي كنعيش هنا حاليا الان وتم الان كنعيش في العشه قولي لي شنو واش هو منعوه قال لك من شي ورث هو باه وتيقولوا ماشي باه واش هذا ولد هذاك السيد فعلا سميت باه الحاج ها أه؟ الحاج الحاج اه هضري ما بينتش لك وجهك كيفاش وجهك الحاج اه ولدو ولدو هذا متاكد بانه ولدو جيرانكم جيران ها اه كتسكن هذاك الشهادة قلتها لي وجه الله زعما بصدق بصدق واخا كنشكروك على هاد الشهادة ديالك بارك الله فيك جينا كنصوروا حنا كتعرفي هذا اجا عيسى عارف سيدي انا عشيري ماشي قديم انا
لا مانيش نتوما خويا الراوده الراوده ضروره قال لك محبوس عليا الخوصه لا كيف كلام حق هو هذا كلام حق ما كلام الحق لا ولكن بيني وبينك ملي ما تشهدش انت عالم الله يرضي الله كتولي طعام ومضروب لك بيني وبينك لا كيولي اسم حيت نيته هو اش فيها دابا نتوما حيت حسب لي مذكور نتوما محطوطين في واحد الشهاده ديال عدد المتورات لا نتوما كنقولوا بانه ديك الوثيقه اللي شتو عليها ماشي ديال المتورات غير هما قولوا ممكن تهضر لينا على داك النهار شكون اللي كان كانوا نسيبو حدا كاين هو الاول راه هو اللي داني نسيب وليت نسيب وهذاك العدو كان مع الازهار علاش كان عدو الواحد كان عدو الواحد الازهاري شكون هو واحد الفقيره في الروضه كان حداه دونك ما كانوش جوج ديال عدنان كان عدو الواحد وهذاك الفقيه وكانوا هذوك 12 شاهد 12 شاهد وحنا مغنيين على الشهاده اللي شفتوها كانت عباره على اش قالوا لكم غتشهدوا علاش قال لينا على تشهدوا قلنا لهم مولدي على الحاج ما عمرو جاب واخد الشهاده عندنا نتريت ما شهدتوش على عدد الموتى لا والو ما كاينش هادشي كاع ما مذكورش كاع والمعلومات اللي عندك هاد السيد اش كيجي للحاج هاد السيد هذا اش كيجي ولدو شكرا سيدي ولدو من صلبو واحد كاين كي يقول واحد عارفين ولدو راه هو الحاج من اولنا لاخرنا شكرا لك شكرا اخويا بارك الله فيك اللي كاين اولي صافي وانت انت وجا المولي سداه من الدار وقال لك جيب الشهود شكون هما النيت حرتو عليا ولد بنتهم عاصرت بك في 25 يوم اش قال لي هنا في وسط الدرب قال لي نخسر عليك 40 مليون راه خسر عليك على تليفون على الواكل انا خصني نعرف هادشي والسيد مشى تسجل وداه البوليس من الدار انا مكنمشيش عليه بداري كاع يا سيدي باش نعاونوك زياتي ها هي صرت بك عندي حسب اللي سمعنا انك من بعد هاد الشهاده هادي تعرضتي لواحد ممكن تورينا الحجم ديال هاد الاصابه اللي تصبتي فيها ها هي شي حد من الاقارب ديالهم ياك اللي دار هذا الشيء وانت خدم درجه شي شهاده طبيه درت تحكي راه في 25 يوم في 25 يوم في 25 يوم تقدم في حاله اعتقال ولا في حاله صراح لا اعتقال داو معتقل وخرج ديك الساعه لا خرج ديك الساعه بين الدم جاء البوليس المره الاولى وهرب ليهم وعقب ثاني رجع لهم ما دخلناه للدار عيطنا على البوليس جدا هم اللي خرج شنو اللي كيقول ايوا واش كيقولوا حنا دوك دابا الروضه هذوك اللي دابا محرم ما غاديش نمشي ليها اش كتخدم انت بالروضه كنحفر شكرا هادشي راه يتنشر في الجريده اي مشاو شكرا فوت السيد كتعرفو كتعرفو ها هاد السيد كتعرفو ها ولد من ولد ميرا ولد ميرا وباه سميتو هو انا سمع ولد ميرا ولد ميرا الاولى هذا شباه ياك باه كتعرفو كتعرف شباه ورباه الحاج 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 ولد ميرا كنقول ولد ميرا اي حاضر
تيقول بانهم تقولوا ماشي ولدو. لا ولدو اسيدي على تلقب فيه هنا وهنا لا ولدو. اه. إذا ما كانت راه هو أخوه كبير. البلاد راه كانت تعذروا به. راهم ناكرينو. راه كرينو مبغوش يعطيو حقه. الله خليه. شحال في العمر ديالك يا الشريف تقريبا؟ شحال في عمرك؟ 80 90 كانت رباعية كاغط في فرنسا قهوية فرنسا كاغط كان كريم الشامل فاخر هذا فيها جوج الناس هذاك وهذا ثلاثة غيوليو دابا بركة سالينا الفيل هاد السيد كتعرفوا هاد السيد؟ لا راه نسيب ناسي راه نسيب ناسي شنو سميتك كشريف؟ سميتي حسناتي حسناش حسن حليو قولي يا شريف هاد السيد هذا نسيبك ياك هذا؟ اي سيدي نسيبك عيسى اي واخد بنت خويا قولي فايت كنتو شاهدين شي وثيقة اللي من بعد تبت ان هذه عدد الموتى والوراثة كنتو ضمن من 12 شاهد فيها هذيك الشهادة اللي مشيتو تشهدوا فيها في الأصل كانت على ايش؟ يعني ما شاهدش هذا ما شاهدش نعم مسيح ما شاهدش الوراثة واش فاش شاهد؟ ما شاهدش هذا كيعرفني انك زيدنا وياه يعني وكبرنا وياه كنعرفو الشهادة وديها بلاتي دونك هذا ما شاهدش اذا ما خصنيش نهضر تاع الوالدين السلام عليكم ورحمه الله شنو سميتك شريف سميتي حسن حسن ياش حسن الحريوي حسن الحريوي كتعرف هذا السيد هذا اه كان نسيبنا نسيب هو ولد من اصلا اه ولد عيسى ولد ميرا ولد عيسى وميرا ايه ولكن هما هاد السيد اللي الام ديالو والوراثة اللي معاه كيقولوا بلي راه ماشي خوهم وماشي ولد انا سيدي خوهم قال لي من اللعب راه كنعرف كتعرفوا يعني من راه كنعرف بك كنعرفوا هذا كبر معايا هذا كنعاس واحد انعاس واحد يا سيدي كان مع هذا السيد هذا سيدي راه ولده ما قمش هو ذكر عدو كاع دونك كتعقل عليه من الصغر من الصغر كان معانا صغير من الصغر هو معانا ماشي ما كتعقلش حتى بزيادته ها؟ ما تعقلش بزيادته لا زيادة ودي لا ولكن النهار عقلتي عقلتي اه معايا من عقلت عقلت فيه قدو قدنا قدو يا كان صغير داز مع ابوه كان خدام معاه كان مفلح معاه كان كلشي مع كلشي فين كانوا يسكنوا؟ ها؟ كيسكنوا حدا شاري جلبة شاري جلبة ايه شكرا سيدي هذا الكلام راه غيتنشر هذا ماشي مشكل عندنا لا ما سيدي هذا الكلام غنشروه في الفيديو هذا الجريده غيتنشر في الجريده غيتنشر في الجريده اه ايه آه. شكرا شكرا الدنيا هانية اه لا الرجل ما كاين الله تاعها ما كاين الله شي كلشي راه مشاو ولا شي كلشي لا لا الله يجزيك بخير الله يجزيك سميتي محمد هادشي كتعرفوا اييه سميتو سميتو عيسى عيسى ولد من هو اصلا ولد ميرا ميرا وشكون ثاني كنعرف عمو كنعرف بوه عرف مو ساكن عندنا في الدرب دونك هو ولد ميرا اه ولد ميرا ماشي مربينا لا راه عنده خوت اخرين هادشي اللي كنعرفو اللي عارفين انت كتسكن حداه كتسكن حداه في الحومه ديالو اه انت كبر منه ولا صغر منه كبر منه انا كتعقل في زيادته كنعرفو ديما مع بوه وبوه كان معاه اه بوه وامو لما تعقلش حتى في زيادته اللي تزاد باقي صغير هذا اه. كنعرفو اه كتشوفو مع بوه زاد راه مولي زاد باقي كنعرفو باقي صغير هو اه في الدرب كبر معانا راه ولد دربنا راه ولد دربنا راه كنعرفو باقي صغير هو وانا كبر مو اه هاد كتحمل بيهم